Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlâ fadilet Şeyh-i Azhar ve İmam-ı Ekber Ahmet Tayyib, İlâ fadilet-i Mufti Lidiyar-ı Masriye Şevki Allam, bimunasebeti el-inqad limu'temer-i emanet-i amme, لدور والهيئات الإفتاء في العالم في القاهرة السادس عشر إلى سابع عشر محرم 1438 الموافق السابع عشر والثامن عشر أكتوبر 2016 من طلاب الأزهر رسالة شهادة وشكر وتقدير لمصر الحبيبة. نعم، إنها لمصر شهادة العمر من طالب للعلم في الأزهر. إنها لمصر كلمة أقولها أنا من البوسنة إلى البوسينة المبؤودة. لا تحزني، إن الله معك. إن الله معك في السرائر والضرائر يا أهل مصر في السبات والدوائر نعم إنها مصر هكذا من أولها إلى آخرها في الآمال والأمان فادخلوها فادخلوها آمنين مأمونين سالمين متسالمين محبوبين آملين فادخلوها متعاونين على البر والتقوى كلا لا تدخلوها خائفين خائنين محاربين مغضوبين خائبين كلا لا تدخلوها متعاونين على الإثم والعدوان كلا فادخلوها رافعي رؤوسكم إنني مصر لكل واحد من له قلب وهو سميع ومجيب إلى الحب والحكمة والعبرة والنصرة للأمة نعم يا مصر أنا سميع ومجيب إلى ندائك إلى البصيرة في هذا العالم من الحقدة أنا شاهد لحبك لي قبل حبي مني لك أنا شاكر لرعايتك لي قبل رعايتي مني لك أنا مقدر لدورك في حفاظك على هويتي قبل حفاظي مني عليك نعم أنا حافظ لهويتي الإسلامية من هويتك الأزهرية إن الأزهر الشريف الذي صنع مني رجلا شريفا